دكتور، لما يجيكم مريض عنده ورم حميد كيف يتم التعامل مع حالته؟ حسب موقعه، أعراضه وصحته للمريض. مريض كبير في السن عنده مشاكل صحية كبيرة، نعم. ورم مش كبير في منطقة ساكنة، مراقبة فقط لا غير. إذا كان مسبب له عجز أو ضعف أو أي مشاكل صحية مراقبة لما نقول فحوصات روتينية كل قد إيه تقريبا تصوير دكتور؟ من 6 شهور إلى سنة حسب. يبقى طوال عمره ممكن يختفي الورم الحميد من تلقاء نفسه؟ من النادر أنه يختفي، لكن إحنا شفنا مرضى قعد عندهم 20 سنة بدون ما يتغير حجمه، دون أن يتطور. هل ممكن أن يتحول إلى شكل آخر؟ نعم، في نسبة قليلة، لكن نعم يتحول إلى نوع خبيث. نعم، للأسف أحد الأشخاص اللي أعرفهم تحول عنده من ورم حميد إلى ورم خبيث وكان سريع الانتشار. يعامل كأنه نقول أولي دكتور في هذه الحالة؟ طبعا طبعا طبعا، هو تحول وليس انتقالي. نعم. فهو تحول من نوع هاي، نسبة أنه يتحول نسبة قليلة جدا، أقل من 5%، لكن موجودة. طيب دكتور، نعرج على العلاجات، في علاجات للأورام الحميدة؟ معظمها جراحي، لأنه الحميد حله بالاستئصال. حميد حله في علاجات دوائية؟ علاجات دوائية هي علاجات للأعراض وليس للورم. عظيم. الأعراض سواء كانت تشنجات، إذا كانت هي عبارة عن صداع، إذا كانت عبارة عن تورم أو احتقان في الدماغ، تعطى أدوية للتحكم بالأعراض فقط. أما الشعاعي والكيماوي دكتور تكون للأورام الخبيثة؟ نعم، الشعاعي والكيماوي معنى أنه وصلنا لمنطقة إما ما قدرنا نشيل الورم كاملا إذا كان حميد وبقي أجزاء بسيطة منه لأنها متسقة في أعضاء حيوية في الدماغ، سواء الأعصاب البصرية، أعصاب المسؤولة عن الحركة، الأعصاب المسؤولة عن الإدراك، أو أعصاب المسؤولة عن الذاكرة، أو كان من نوع السيء اللي هو الدرجة الثالثة أو الرابعة، ساعتها لازم ينعطى. هذا ما يقودني إلى السؤال، هل أورام الدماغ استئصالها ممكن يتسبب بمشاكل لاحقا أو فور الانتهاء من العملية مثل شلل جزئي لا قدر الله أو مشاكل في الإبصار والحركة؟ نعم، للأسف نعم، نسبة حصول المشاكل ضعيفة أو قليلة لكنها مش 0%. للأسف كل خلية في الدماغ مهمة. نعم. بغير عن مناطق الجسم الأخرى، في الرقبة، في الغدة الدرقية، بنقدر نشيل الغدة الدرقية وما حولها. صحيح. بس في الدماغ ما بنقدر نشيل الورم وما حوله. صحيح. دائما في شيء اسمه المنطقة الآمنة حول أي ورم في أي منطقة في الجسم. إنه المشكلة في الدماغ لا يوجد منطقة آمنة. لا يوجد منطقة آمنة. حتى المنطقة اللي بنكون إحنا عارفين حالنا جوا الورم. طيب دكتور، ما وصلنا إلى حلول؟ إحنا تحدثنا عن الجراحة الإشعاعية، هل هنالك حلول أيضا مساندة ممكن تغني عن الجراحة حتى نتعدى هذه المضاعفات والمشاكل؟ للأسف لحد الآن لا يوجد. ولا يوجد أوراق بحثية مثلا؟ في دراسات قاعدة كل يوم بطلع دراسة جديدة، لكن إنه نوجه الأدوية فقط لمنطقة الورم دون بقية الدماغ حتى الآن لم نحصل على نتيجة مرضية. خلينا نحكي، في دراسات حاليا على توجيه فيروسات معينة بحيث صحيح. انها تصير، لكنها ما اثبتت جدواها فعليا بشكل انه نستغني عن الجراحات حتى الان. والنقطة اللي دائما نحكيها، كل ما كان حجم الورم كبير كل ما كان تخفيف حجمه بيساعد سواء بالأشعة او بالعلاج الكيماوي او بالأدوية.